ما انا لو شخص عم تقول له لا إلا كانت قتله قبلني، ولكن ليه يقبلني عم تحكي عن حدا غائب يا سلام، متشوق بتقول لك واحد غايب حيقبلها حيبوسها يعني. متشوقة، ولكن ليه يقبلني عم تحكي عن حدا غائب متشوقة لحتى ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. ايه ذوقوا وانظروا ما اطيب، ذوقوا الرب. انا صراحة عايز من الرب بتاعكم ده شندوتشين، بتقول لك ذوقوا ما اطيب الرب، شندوتشين كده حلوين ومحطوط عليهم، اصل انا بحب الصلصه. اوبا بقى لو شويه طحينه، انا في الطحينه اوعى وشك، انا بجد في الطحينه مشكله مشكله يعني، مشكله. ممكن نص كيلو طحينه في الاكل، كيلو عادي شغال. يقول لك ذوقوا ما اطيب الرب، وذوقوا ما كلوا حته من الرب، بس هي هتقول كلام بتخالف عقيدتها. لا إلا كانت قتله قبلني، ولكن ليه يقبلني عم تحكي عن حدا غائب متشوقة لحتى ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. وهل الرب بيتاكل؟ نعم يا حبيبتنا، استغفر الله، نعم يا عسل. قال وهل الرب بيتاكل؟ ايوه انتوا بتاكلوا الرب، اي والله العظيم بتاكلوا الرب. التناول يا جماعة الخير في الكنيسة أليس أكل الرب؟ تناول جسد الرب. أنا هجيب لكم الدليل. أهو يلا يا عم، البت مش أنا بقول لكم كل ما تزني اقلع؟ اتفضلوا يا عم اتفضلوا. إيه المسلمين؟ ده المسلمين قبل المسيحيين عارفين. أي مسيحي مستمع للفيديو ده، ألا تتناولون الرب في الكنيسة؟ أنا شغلت لكم فيديوهات كتيرة وجبت مناظرين كتير نصارى وسألتهم كده، مش قلت لهم إنكم بتاكلوا جسد الرب في الكنيسة؟ قال لك آه بناكل جسد الرب وبنشرب دمه كمان. يقول لك قال الرب بيتاكل، آه ربكم بيتاكل، بس أنت بتوهمي مستمعيك إن أنت على حق فبتكذبي لنصرة دينك. بص، أسس الرب يسوع هذا السر، الكلام إيه؟ سنوات مع إيميلات الناس، أسئلة العقيدة، بيقول إيه؟ نطلع فوق كده ونيجي كده نصغر شوية، ها؟ سر الأفخارستيا. أسس الرب هذا السر، بيقول لك لأن بهذا الثبات من يأكل جسدي ويشرب دمي. أسس مين؟ الرب. الرب قال من يأكل جسدي ويشرب دمي. الرب عندهم قال من يأكل جسدي ويشرب، يبقى في أكل للرب ولا لا؟ ها؟ في أكل للرب عندكم ولا لا؟ يا عالم كذبة، يا عالم كذبة. الله المستعان، الله المستعان، عالم كده كدابين. قال يقول لك الرب بيتاكل، أيوة الرب عندكم بيتاكل، أيوة الرب عندكم بيتاكل. أنت يعني أول مرة تعرفي يعني؟ استنوا 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 استنوا، هشغل لكم فيديو برضو تاني لا أحد القساوسة، عشان يبقى بس تأكيدا على كلام، بس يا رب يظبط النت، لأن بجد أنا كده هتصل بالشركة أزعق لهم، لأني ما ينفعش كده، أنا ما بندفعش فلوس عشان خاطر عشان النت يبقى سيء يعني. اسم الفيديو إيه؟ اسم العنوان بتاع الفيديو، الحرص في تناول جسد الرب ودمه. ده الفيديو، خد بالك الفيديو اللي رافعه مين؟ عيل مسيحي اسمه، احنا مش عندنا المسلمين ما بنسميش صامويل، صامويل جورجي، اهو صامويل جورج اللي رافع الفيديو مسيحي، واسم الفيديو الحرص في التناول من جسد الرب. قول يا ابوهم خلي بالكم ان في مسؤوليه كبيره على الاب اللي كان هو بيناول. ابونا لو ناول حد بطريق الخطا ضميره بيعذبه وبيعترف بيها، ويوصى كثيرا أن يحرص على التناول حرص بالغ، ما يدوش إلى المستحق بس أو المستعد، ويحرص عليه ما فيش ذرة تقع في الأرض أو تتوه منه، وبيناول على مكان ممكن يتكنز بمادة، ويستخدم لفافة حمر على عايزين الرب يقولوا له، لأن العالم نفسه لا يستحق منه مقدارا من ذرة. العالم كله مثلا بيتناول حتة كبيرة وحتى حتة صغيرة، فحد خد حتة جسد كبيرة من جسد المسيح وتاني صغيرة اهو، جسد مين؟
جسد مين؟ المسيح. والمسيح عندهم ايه؟ الرب. زي مراية، مراية كاملة ممكن واحد يشوف تناول حتة كبيرة وحتى حتة صغيرة، فحد خد حتة جسد كبيرة من جسد المسيح وتاني صغيرة. اهو جسد مين؟ جسد المسيح ده عندهم ايه؟ الرب. هم بياكلوا الرب. انا بقول لكم والله المعتقد معتقد مهترئ، المعتقد مهترئ مهري مهري يا فندم. لو العقيدة مش مهرية، لو العقيدة مش مهرية ما كانش البت دي كذبت لتنصر معتقدها. انا عملت اتصال على القساوسة، سمعته كم مرة وكم قص، وهو بيأكد لي انهم بيأكلوا جسد ربهم، الناس اللي حاضرة. اما البت دي بتعمل ايه؟ تكذب لتنصر دينها. ايه؟ تكذب لتنصر يسوع. ايه؟ تستحي ان تظهر معتقدها امام الناس. المسيحي الارثوذكسي اللي سمعني، المسيحي والكاثوليكي اللي سمعني، بل والبروتستانت اللي سمعني، لما تسمعوا المعلمة بتاعتكو وهي بتنكر دينها، بتنكر معتقدها عشان تخلي المسلمين يسمعوا لها بالباطل، ده اسمه ايه يا فندم؟ ده اسمه ايه؟ مش نصر الدين بالكذب؟ تنكر دينها. يا واقع طين يا واقع طين.